الدكتورة درية شرف الدين مديرة الإعلام، أقيم مؤتمر الإعلام بين الواقع والمأمول، مناقشا دور الإعلام وتأثيره على صورة مصر بالخارج وعلاقة الإعلام بالمشهد السياسي، وأيضا معوقات العمل الإعلامي خلال الأزمات وكذا التأثيرات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية للتغطيات الإعلامية على المواطن المصري والمتلقي، ودور رأس المال في توجيه السياسة الإعلامية للفضائيات، حول أهم فعاليات المؤتمر نقضي هذه الحلقة من يوم جديد. تابعونا. الإعلام دلوقتي أصبح قاسم مشترك في كل أحداثنا، في المؤتمرات، في الاحتفاليات، في كل ما يحدث داخل مصر وخارج مصر. من هنا كان اهتمامنا أن احنا نقيم ندوة أو مؤتمر يناقش قضية الإعلام، قضية هامة جدا، وأصبحت الإعلام ليس قضية بس ولكنه صناعة يتدخل فيها كثير من الأشياء لكي تضع للإعلام صورة جيدة في المشاركة الحقيقية للأحداث. الإعلام بين الواقع والمأمول وأهمية الإعلام في الوقت الحالي ودوره وتأثيره على المواطن المصري، كل ده وأكتر نتعرف عليه من خلال لقائنا مع الإعلامي القدير الدكتور عبد المجيد خضر، رئيس جمعية الإعلام العربي والاتصال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيكي دكتور. أهمية مؤتمر النهاردة والدور اللي بيقوم به نظرا لما موجود من الساحة على الفضائيات، وأيضا ما يعانيه المواطن المصري من التثقيف والوعي الإعلامي في الفترة الحالية. احنا عارفين ان طبعا رسالة الاعلام والاعلام بيؤثر تأثير مباشر في وجدان اي مواطن سواء مصري او عربي، واحنا عملنا المؤتمر ده بين الاعلام بين الواقع والمأمول تحت رعاية الاستاذة الدكتورة درية شرف الدين، وانا بشكر الدكتورة الوزيرة على رعايتها لهذا المؤتمر، وبقول ان ده ادانا دفعة كبيرة جدا ان احنا نناقش ايضا الطرح اللي هي طرحته في ميثاق الشرف الاعلامي، لان مفروض يبقى هناك ميثاق شرف اعلامي او وثيقة اعلامية تحدد هدف الإعلام وهدف رسالة الإعلامية وتطوير الخطاب الإعلامي وتحديثه، لأن بعد ثورة 30 يونيو أصبح هناك مصداقية في طرح الإعلام، والإعلام أصبح خاص مشترك كل الأحداث. فأنا بقول أن ده عرفنا لكل الأراء المختلفة سواء من إعلاميين أو أساتذة إعلام أو مشاركين في الفضائيات أو التلفزيون المصري أو المتخصصة، أن هم يقولوا أراءهم في هذا المؤتمر أو هذه الندوة التي أقيمت من أجل تحديث الخطاب الإعلامي والرسالة الإعلامية. دكتور عبد المجيد، بالرغم من أن كان هناك جدل كثير حول ميثاق الشرف الإعلامي، وهو هل هو إلزام بإلزام كصيغة قانونية أم هو مجرد إلزام من قبل الإعلاميين نفسهم، شايفوا أهميته ودوره في الحرية وأيضا الإحساس بالمسؤولية ممكن يكون إزاي؟ هو ميثاق الشرف الإعلامي اللي اطرح من قبل وزارة الإعلام في المجلس الوزراء وطرحته الدكتورة الأستاذة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، بيحدد معالم الطريق للإعلاميين وليس حكرا على آرائهم، ولكنه لازم يظهر عن هيئة رسمية أو وزارة. ما ينفعش إنه يطلع تبع الفضائيات، لا، لازم ينفع من التلفزيون المصري أو من وزارة الإعلام ويتناقش ويبقى في حوار ورأي ورأي آخر، ولازم لو في هناك قصور في حاجات تتعدل، لكن لا يجب أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي للإعلاميين حتى يكون للإعلام رسالة واضحة، تحديث الخطاب الإعلامي، تحديث الرسالة الإعلامية. الرسالة الإعلامية بتخش كل بيت دون استئذان، سواء في الراديو سواء في التلفزيون سواء في الجورنال، لازم يكون هدف محدد وأنا كإعلامي أبقى ملتزم به. ناس كتير قوي انتقدت وناس كتير كانت زعلانه ان المشروع منطلق من وزاره الاعلام، لكن خلينا نقول ان احنا عشنا مرحله الثلاث سنين اللي فاتوا من بعد ثوره 25 يناير وصول 30 يونيو، فكان لازم يكون في نقطه بدايه. المشروع اساسا مشروع الميثاق هو مش مشروع حكومي، وده نقول ان هو مش ميثاق حكومي، هو نقطه انطلاق وبدء لفتح حوار اعلامي من المشتغلين في الاعلام لتحديد النقاط. كان أولى جدا أن وزارة الإعلام بتطلق، وعلينا أن نتناقش جميعا، ولنا أن نضيف ولنا أن نحذف، ويبقى طرحنا جميعا موجود لجميع العاملين في الإعلام. بشكركم وبرحب بيكم وبشكر الجماعية.
اهميه الثقافه ودورها في الاعلام في الفتره المقبله، كل ده واكثر نتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهميه الثقافه ودورها في الاعلام في الفتره اللي جايه، حضرتك شايفها ازاي من وجهه نظرك، واهميه مؤتمر النهارده؟ المؤسسات الثقافيه من خلال وزاره الثقافه لا يمكن ان تعمل بمفردها، وانما يجب ان تعمل مع التعليم والاعلام في منظومه واحده. والاعلام طبعا دوره مهم وسريع وقوي وفعال في خلق ثقافة المواطن والوصول اليه في المناطق النائية. وانا دايما اقول ان غياب الوعي الثقافي في مراحل وعقود طويلة او تغييب هذا الوعي هو الذي ادى الى ما وصلنا اليه من غزو ما يسمى بغزوة الصناديق. ايه اهم المعوقات اللي بتقابلكم اثناء اعمالكم، وازاي ممكن توصل للمواطن البسيط زي ما حضرتك يعني حابب انها توصل للمواطن البسيط؟ والله يعني انا بنحاول ان احنا اولا اعلام نجد مساحة مع الاعلام بحيث ايضا يسلط الضوء على الانشطة الثقافية التي نفعلها. بنحاول ان احنا نخرج للاقاليم قدر الامكان من خلال عمل اللجان. بنحاول ان احنا يعني نشجع حتى الفرق الشبابية بدون اي مصروفات. يعني في ناس شباب موهوب عاوز ستيج، بس ستيج يعني كام دكة كده قدام المجلس، وعملوا شغل عظيم جدا قدام المجلس. في فرقة الان انهت اعمالها اسمها دوم في قنا، وانا ساهمنا في دعمها، وكانت الحقيقة نشاطها بارز على مدى الأيام الطويلة دي في منطقة مهمة. الإعلام النهاردة أصبح من أخطر أدوات السيطرة والتأثير، بل يعني تعدى مؤسسات السيادية اللي بيقولوا عليها المؤسسات الأمنية. أنا في تقدير المؤسسات الإعلامية أصبحت لا تقل دورا وأهمية عن أي مؤسسة أمنية أو سيادية أخرى. 1320 قناة فضائية في العالم العربي، قناة تنطق باللغة العربية. عارفين عدد الدراما والأفلام والمسلسلات كام؟ 151 قناة للمسلسلات والدراما والأفلام، منها 140 قناة يمتلكها القطاع الخاص و11 قناة حكومية. قنوات الرياضة 146 قناة، منها 135 قناة للقطاع الخاص و41 قناة حكومية رياضية. 146 قناة للرياضة، 151 قناة للأفلام، 124 قناة للمنوعات، منهم 123 خاص وقناة واحدة حكومية. عارفين القنوات السياحية في العالم العربي كام قناة؟ سياحة اللي بنعتبرها الاقتصاد والترويج لينا، أربع قنوات سياحية. عدد القنوات الاقتصادية اللي هي المفروض تهتم بالشأن الاقتصادي، قضايا التنمية والأرقام والإحصائيات، 20 قناة اقتصادية، منهم 17 خاص وثلاثة حكومي. 20 قناة اقتصادية في مقابل 151 قناة دراما وأفلام وسينما. قنوات الثقافية اللي هي المفروض بتهتم بالثقافة والفكر والأدب والشعر، 19 قناة على مستوى العالم العربي، منهم 3 قطاع خاص و7 حكومي. هذا هو الواقع. الواقع دوت اللي بيدل على ان احنا ماشيين في الاتجاه اللي بيهدف الى التسليه والترفيه والتخدير، اذا شئنا الدقه في التحديد، يعني تخدير الراي العام وتخدير العقول وعدم التفكير، يدعونا الى اعاده النظر واعاده الكلام في واقع البث في الفضاء العربي. هل هذا هو ما نحتاجه ام هذا هو ما نرغبه؟ وفرق بين الاحتياج والرغبه. الناس اللي بتسعى للربح في مجال الاستثمار الفضائي يجب ان هي تركز على ما يحتاجه المواطن العربي وليس ما يرغبه. هذا هو ما تفعله بنا الفضائيات العربية الآن. الإعلام ودوره وأهميته في الفترة المقبلة وبين الواقع والمأمول، كل ده وأكثر نتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتور سامح نعمان نائب رئيس جمعية الإعلام العربي والاتصال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور، في البداية وإحنا بنتكلم عن مؤتمر النهاردة، يا ترى المؤتمر وأهم أهدافه واللي بيقوم بيه النهاردة؟
والله من اهم اهداف المؤتمر ان احنا عايزين نوصل لميثاق اعلامي، والميثاق الاعلامي ده احنا مطلوب جدا للاسباب ان اللي بيتعلم من الاعلام الناس اللي ما بيوصلهاش اي حاجه غير التلفزيون. في ناس دول اميين، ناس دول ما بيعرفوش يقروا يكتبوا، ناس ما لهمش اتصال بالواقع، ناس ما لهمش اتصال باي جهات حكوميه، باي مدارس، باي كده، ولا حتى يمكن عندهم طرق اتصال. ولكن الاتصال اللي بيدخل عندهم في البيت، الست اللي قاعده ما بتخرجش او الراجل اللي قاعد مش قادر يخرج، هو ده العلاقه بينه وبين العالم الخارجي، هو الاتصال او وسائل الاتصال. فان لم يكن الاتصال ده هادف له اهداف ساميه صحيحه، ما لهوش اغراض جانبيه، ما فيش اي تاثيرات عليه من بره، يبقى اذا احنا بنبني وننشئ مجتمع كبير صالح. فعشان كده احنا بندور على الميثاق للاعلاميين، ميثاق شرفي، والمفروض اللي بيحط الميثاق الشرفي دول انهم خبراء الاعلام، مش اي حد بيشتغل في اي قناه او اي حد بيطلع على في برنامج ولا كده، يبقى هو ده المسؤول عن الميثاق الشرفي. ميثاق شرفي زي قوانين المرور، مش اي ضابط بيشتغل في المرور بيعمل قانون مرور، ولا اي عسكري في المرور هيحط قانون مرور، فهو قانون موجود، انما هم دول بيتاخد رايهم فيما بعد للتعديل وللاصلاح وللتوجيه، لان هم اللي بيطبقوا وهم جزء البراكتيكال. دكتور، حضرتك شايف بالرغم من الجدل حول ميثاق الشرف الإعلامي، هو أنه ليس له صفة الإلزام كأي قانون، لكنه هو ميثاق شرفي يجب الالتزام به من داخل الإعلامي نفسه أو من داخل المؤسسة الإعلامية. حضرتك شايف أهمية الميثاق ده وأهمية حفاظه على الحريات، وأيضا عدم الطغي على حرية الإعلاميين، ولكن هو الإحساس بالمسؤولية أيضا بجانب الحرية. ولا حضرتك لما بيكون في ميثاق، في أي حاجة موجودة، في قانون، في اتفاق بين أي حد، اللي بيمشي على الاتفاق ده هو ماشي داخل الاطار، من يخرج خارج الميثاق فهو خارج الاطار. وما اعتقدش ان يكون واحد في قلب منظومه مفيده وقويه ومؤثره زي الاعلام هيفكر انه يخرج عنها الا اذا كان اصلا خارج المنظومه. فاعتقد ان كل الاعلاميين الشرفاء الممتازين الاقوياء هم اللي هيدوروا على هذا الميثاق، انما الدخلاء هم اللي هيدوروا على ان ده ميثاق غير مجدي بالنسبه لهم. دكتور سامح، حضرتك شايف في الفترة الحالية الإعلام في الواقع كلنا بنعاني من الإعلام والمؤسسات الإعلامية، وبنقول إن الإعلام لسه لم يرتقي إلى المستوى الأعلى، بالرغم إن مصر لها دور الريادة في مجال الإعلام. هيك في الفترة المستقبلية، ونقول ويمكن اسم مؤتمر النهاردة بين الواقع والمأمون، الواقع اللي احنا بنعاني منه بنحاول احنا نطوره ونوصل به لأفضل الأهداف السامية، لكن يا ترى بقى المأمول اللي بنأمله وبنتمناه، هيك شايف الإعلام في الفترة المقبلة هيكون ازاي؟ هنوصل له ازاي؟ طالما في هدف واللي بيشتغلوا على هذا الموضوع لهم نفس الهدف، ما لهمش اي تاثيرات خارجيه ولا اي تاثيرات شخصيه، لازم هنوصل الهدف. المأمول بتاعنا في الاعلام ان احنا نوصل المعلومه الصحيحه المضبوطه الى القرى والنجوع قبل ما بنوصلها للاماكن اللي هي تقدر توصل لاماكن مختلفه من الاعلام وتعرف الصح او الغلط. فهو ده الامل، ان كل من في الاعلام يمشي على الهدف السليم. وعلى فكره احنا عاملين النهارده مفاجاه في قلب المؤتمر، بان احنا عاملين بروتوكول مع روسيا، مع جمعيات، مع كليات طب لخدمه المجتمع والبيئات اللي بتحتاج لخدمات طبيه، والقوافل دي هتيجي من كليات كثيره من روسيا، واحنا بنعمل بروتوكول مع الكليات اللي موجودة في المحافظات للتدشين ده إن شاء الله بينهم، وإن شاء الله هتبقى حاجة كويسة. زيادة التجاوزات المهنية والأخلاقية في مضامين وأشكال عديد من البرامج التي تقدم وتدخل كل البيوت بلا استئذان. هذا الخلل أو هذه المظاهر التي أسميها مظاهر الخلل جاءت في الحقيقة بدون أن يتم اشتباك حقيقي لإصلاح، وبالتالي استمرت حالة الفوضى الإعلامية، واستمرت الشكوى دائمة من تردي أوضاع الإعلام وتدهور وضعية الإعلام في مصر، تراجعوا على مستوى المضامين وتراجعوا في قدرته على التأثير في المنطقة من حولنا. إذا هذه الفوضى الإعلامية وتراجع الإعلام العام وهيمنة إعلام خاص، ما هي الحلول؟ أو ما هي الحلول المطروحة؟ أعتقد أنه أحد أهم الحلول المطروحة هو ما نص عليه الدستور
الذي تم الاتفاق عليه. والمفارقة أنه رغم الموافقة على الدستور منذ عدة أشهر حتى الآن لم يتم تفعيل مواد الدستور، لم يتم حتى الآن إعلان وتشكيل المجلس الوطني للإعلام أو هيئتي الصحافة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع. ده مشروع لميثاق شرف حيتم الاجتهاد عليه من قبل غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع ومشاركة الإعلاميين اللي بيشتغلوا في الحقل ده، وحنتقدم أيضا بمشروع لميثاق شرف إعلامي لمعالي وزير الاستثمار لأن هي الجهة المعنية العلاقة بين القنوات الفضائية الخاصة، وبدوره إن شاء الله في المستقبل عندما يشكل المجلس الوطني للإعلام هيبقى هو المسؤول الرئيسي عن إصدار ميثاق الشرف الإعلامي. الهدف هيبقى في الأساس مشاركة الإعلاميين برأيهم، ولكن ليس فرض رأي، هتكون في اقتراحات مناقشات مستمرة، وحنوصل لصيغة أعتقد كل الإعلاميين المحترمين اللي بيظهروا على القنوات الفضائية يهمهم رجوع الإعلام المصري إلى الريادة على مستوى الدول العربية وقد يمتد إلى منطقة الشرق الأوسط بالكامل بإذن الله. معنا النهارده من خلال كاميرتنا يوم جديد الاستاذ ايسر الحامدي الامين العام لجمعيه الاعلام العربي والاتصال. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. اهلا وسهلا. في البدايه يا استاذ ايسر، واحنا بنتكلم عن جمعيه الاعلام والاتصال العربي، يا ترى بقى موضوع النهارده ومؤتمر النهارده واهميته في دور الاعلام في الفتره المقبله؟ والله حقيقة الأمر إحنا مع تنامي دور الإعلام خلال الثلاث سنين الأخيرة ارتقينا إحنا كجمعية إعلام عربي واتصال، ممكن هي أول جمعية مشهرة في مصر بالتخصص ده، إن إحنا نناقش واقع الإعلام ونناقش ما هو المستقبل واتجاهاته للإعلام المصري بشكل عام، سواء قطاع الإعلام الحكومي أو التلفزيون المصري وقنواته المتميزة الكثير أو القنوات الفضائية الخاصة اللي بدأت تتزايد وتنمى خلال الفترة الأخيرة. حضرتك شايف أهمية النهاردة ودورها في المستقبل والتوعية الإعلامية بالنسبة للكثير من الفضائيات وسيطرة أصحاب رؤوس الأموال على هذه الفضائيات وفكرة التوجه في الإعلام لفكر معين لفكر صاحب القناة، شايفها إزاي وممكن إزاي نقضي على هذه المنظومة في الفترة المقبلة؟ والله وحقيقة الأمر يمكن هذا الموضوع بدأ ينحسر خلال السنوات الأخيرة أو خلال السنة الأخيرة تحديدا، عندما توحدت جميع القنوات الفضائية مع القنوات المصرية التلفزيون المصري نحو هدف إنقاذ شعب مصر والحشد لثورة 30 يونيو. ويمكن النهاردة أكبر مثال كذلك على ده أن احنا النهاردة إعلام موجود على المنصة الرئيسية في افتتاح المؤتمر الأستاذ مجدي الأشير رئيس التلفزيون وبرعاية الدكتور دريا شرف الدين وزيرة الإعلام، موجود على المنصة صاحب أكبر قنوات فضائية خاصة، ده في تواصل بدأت، لأن خلاص احنا بقينا في مركب واحدة، الكل الجميع آمن أن مصر قارب مركب واحد احنا كلنا فيه، لو غرقت مصر كنا هنغرق، فبالتالي لابد من التوحد. واعتقد ان التوجه خلال الفتره الجايه لمزيد من الترتيب والتنسيق نحو اصدار ميثاق شرف اعلامي محترم يليق بمصر الثوره، يليق بشعب مصر وحضارته، ويليق ان مصر هي صاحبه بالفعل اول تلفزيون واول اذاعه واول مطبوعه من الصراع العربي كله. ده اللي احنا كمان بنعمل فيه ونتمناه في الفتره المقبله. استاذ ايسر احنا بنشكرك جدا، بنتمنالك دايما كل التوفيق يا رب. شكرا شكرا فندم واسعدتونا، والتلفزيون المصري كلمه حق خلال السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرتين بدأ يطور وينمي من أدائه، بدأ يعي اللحظة وبالفعل يستحق التحية والإشارة.